مسكاك المديره ديال دار الشباب بن سودة البركاني اللي حنا فيها دابا. تفاجئنا هذا الصباح لينا مع 10 ديال الصباح الوقت ديالنا اللي كنحلوا فيه كنلقاو هادشي اللي كتشوفوا دار الشباب تعرضت للسرقه. سديناها نهار الاحد مع الوحده، ما خلينا الامور هانيه، حنا بحكم تنجلسوا لحد بالعشيه والاثنين، هذاك هي الويكاند ديالنا. جينا اليوم مع 10 كنلقاو الباب البراني، الباب ديال دار الشباب مفروعه، البيرو ديالي حتى هو مفروع، بيرو واحد اخر الفوق كنحطوا فيه الماتيريال باش كنخدموا لهاد الموسيقى ولا ديال الخدمه حتى هو مفروع. هنايا تسرقوا لي بيسي، تسرق لورغ، المجر ديالي ديال البيرو مفروع حتى هو، الفوق تسرق الداتاشو، ما عرفنا شنو اخر شنو تسرق. دابا تنحيدوا هاد الغبره عادي بان لينا، حاولوا يقلبوا على السوارت، ما عرفناش علاش بغاو السوارت، المهم الله شنو تهز مع هاد الغبره.